كابتن علاء، ألف مبروك. النتيجة متوقعة بناء على أحداث الشوط الأول واللي احنا شفناه. الله يبارك فيك يا أيمن. النتيجة طبعا متوقعة جدا على أداء الفريق وعلى إمكانياته، حتى لو اتأخر الفوز في الشوط الأول، لكن أنت أي وقت أو أي دقيقة ممكن تجيب فيها هدف. لو شفت الأهداف، أهداف كلها مواقف دفاعية يعني بطلت تقريبا في الكورة. يعني الهدف بتاع محمد مجدي، الناس كلها بصت على الكورة، محمد مجدي واقف لوحده. الهدفين بعد كده من القلب بتاع بواليا وبتاع كهربا، الاثنين من قلب، تنظيم دفاعي وحش جدا. وانا بين الشوطين زحمه، لكن اي حاجه في كره القدم ممكن تمشي معاك، بس هي عايزه واحد يدوق شويه، التمرير تبقى صح. مظبوط. مش اكتر من كده. الناس دي بالظبط، يعني فرقه زي كده مع احترامي الكامل ليهم، مش عايزه اكتر من انك تبص وتتحرك وخلاص على كده، بس يبقى فيه سرعه بس. أيوه. لكن هو ما قدرش يجريك في حاجه خالص يا ايمن. حتى وقفته الدفاعيه، ممكن فرق امكانياتها ضعيفه لكن دفاعيا ممكن تقف صح تضايقك. مزبوط. انما الامكانيات متواضعه جدا بتاع الفريق السوداني، حتى الوقفه الدفاعيه بتاعته اخطاء كتير. صحيح. جدا جدا. صحيح. جدا. لو انت حرصت هدف في الشوط الاول، تخيل الشكل بقى عامل ازاي. مزبوط. يعني الفريق ده كان على هدف. مزبوط. بس في الشوط الاول، لكن الفوز اتاخر، لكن فوز هو مستحق، وكان هيحصل. هيحصل الحمد لله. وثلاث نقاط زي ما انا قلت في بدايه الاستوديو، يعني مهمين مستحقين جدا الحمد لله. وكويس النهارده مثلا في مكاسب كتيره، بواليا جاب جول النهارده اخيرا الحمد لله، يبقى فاتح الخير عليه. وبقى الفرقه طمنت حتى على الناس اللي عايز تريحها، والناس عايز تديها وقت شويه. صحيح. في الاخر ثلاث نقاط الحمد لله مستحقين، ومبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله القادم يبقى احسن ان شاء الله باذن الله. ربنا يعين.